الأقدام بصحبة القرآن، النور في أيدينا وربنا يحمينا قرآننا يهدينا. اسمي عائشة عمر تكوري، حفظت القرآن في مركز دار آسيا بنت مزاهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. رب هب لي حكما صالحين، واجعل لي لسان صدق في الآخرين، واجعلني من ورثة جنة النعيم، واغفر لأبي الله بقلب سليم، وأزلفت الجنة للمتقين، وبرزت الجحيم للغاوين، وقيل لهم أينما كنتم تعبدون من دون الله، هل ينصرونكم أو ينتصرون؟ فكبكبوا فيها هم والغاوون، وقيل لهم أين ما كنتم تعبدون من دون الله، هل ينصرونكم أو ينتصرون؟ فكبكبوا فيها والغاوون، وجنود إبليس أجمعون. قالوا وهم فيها يختصمون، تالله إن كنا لفي ضلال مبين. إذ نسويكم برب العالمين، وما أضلنا إلا المجرمين،
مجرمون فما لنا من شافعين ولا صديق حميم فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. صدق الله العظيم. الإسلام شهر الفتوحات التي قد سطرت بدماء أجداد.